السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو انتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل أي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. فيديو النهاردة يا رجالة فيديو مهم، فيديو جامد، هنعمل فيه حبة حاجات وهننقل حاجات فيديو جميل. بس في حاجة بس يا جدعان، أنا عايزكم بس تستحملوني نص دقيقة. الناس اللي بتقعد تقول لي اقعد قول اسم الفيديو، قول اسم الفيديو، قول اسم الفيديو، وناس بتزعل إن أنا ما بقولش أسماء في فيديو. واحد كان بيقول لي ايه، انت ليه ما بتهتمش بينا وتقول اسامينا في فيديو؟ بص يا رجاله، هو انا مش محتاج يعني، كان بيقول لي كمان انت مش بتحبنا، او انت يعني معناها ان انا مش مهتم بيكو ولا انا يعني اي حاجه عشان ما بقولش اساميكم في فيديو. بص صلي على النبي، لو انا حوار ان اقول اسامي المتابعين اللي بيقعدوا يقولوا لي قول اسم الفيديو، والله يا جدعان هي مش مستاهله يعني عشان اثبت لكم حبي ليكم ولا انا بقدركم. والله انا حافظ تعليقاتكم وحافظ اسامي الناس اللي بتعلق وعارف مين بيعلق وعارف مين متابع وعارف كل حاجه. بس انا عشان اطلع اقول اسم ده واسم ده واسم ده، اولا هاخد وقت من الفيديو، ثانيا هنسى ده وهنسى ده وهنسى ده، ومش هقول اسم ده ومش هقول اسم ده، يعني مش هقدر اقول ده كله. فبحس كده رضيت جنب والجنب التاني ما ترضاش. هاجي اقول بعد كده الفيديو اللي بعده اللي انا قلت عليه الفيديو اللي فات هيزعل بقى. هتلاقوا بصوا في حوارات يا جدعان، ده بيزعل وده بيقول له اسم، انت ما قلتش اسمي ليه، ومش هتلاقوا فيه دوخه كبيره. فمش محتاج ان انا اطلع اقول اساميكم في الفيديوهات عشان خاطر اثبت لكم حبكم ليا او انا اثبت لكم حبي ليكم والكلام ده كده كله. تمام يا رجاله، فده اللي انا عايز اوصله لكم والله العظيم يا جدعان. هي يعني بصوا مش مستاهله يعني زعل والله العظيم. فانتوا هنا، انتوا هنا، تمام. فتعالوا بقى دلوقتي نشوف الفيديو بتاعنا. يا رب لو عجبكم الفيديو وصلوه 1000 لايك ويلا بينا. دلوقتي يا رجاله هنقشط للحمام مع بعضنا اول حاجه، بس يا ريت يعني لو الفيديو عجبكم وصلوه 1000 لايك زي ما قلت لكم، ولو انت لسه ما اشتركتش اشترك في القناه، عايزين يا جدعان نكبر بقى بيكوا بقى يا جدعان، ويلا بينا نقشط للحمام. كده يا رجاله قشطنا الحمام بتاعنا. تعالوا بقى دلوقتي عشان في جوله حاجات جديده حصلت كتير، هناخد بقى جوله للقصوص عشان في حاجات هنحضنها. وفي بص يا جدعان تعالوا نشوف عشان الفيديو ان شاء الله هيبقى طحن الطحن، يلا بينا. طبعا يا رجاله دلوقتي عشان انا في حاجه هحتاجها معايا في الفيديو ده، اوبا، هحتاج الغياب بتاعتنا دي كده يا جدعان معايا في الفيديو ده عشان في حاجات كتير هنعملها. وفي حاجه ثانيه هحتاجها معايا الا وهي ثانيه، بس خليكم معايا اجيب لكم بس المعدات اللي احنا هنحتاجها في الفيديو بتاع النهارده. طبعا يا جدعان هنحتاج الميكس بتاعنا، هنحتاج الميكس وهنحتاج الاجنده بتاعتنا عشان في حاجات كتير قوي هنعملها. تمام كده، خلي دي هنا. طبعا السرنجه فيها حبه ميكس من امبارح شغالين. طب تمام يلا بينا. بصوا بقى يا رجاله هنا دول، تعالوا نبص كده على الزغاليل ديك، المفروض ان هم لسه مأكلين. طيب الزغاليل ده ما شاء الله بياكله كويس، ده اللي انا ببتدي اساعده، هم ما شاء الله مأكلينه اهو، بس عايز يتزود. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هسيبه دلوقتي، هنخلي الميكس ده اخر حاجه في الفيديو بتاعنا هنديها له عشان لسه في ايه حاجات هنعملها تاني. وتعالوا نشوف هذه الصوره القطيفه ما شاء الله زغاليلهم وصلت لايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، دولك بسم الله ما شاء الله يا جدعان مأكلين اهو. الله اكبر، مطلعين لك الزغلين بحجم واحد، الله اكبر مأكلينه، مزارع عطيفة يا رجالة ما شاء الله. وبرضك هنطلعهم برضه ساعة الميكس ونشوف لو في حاجة فيها مكان فاضي هنديها. تمام، هنا طبعا في الشبابات، الشبابات مالناش دعوة بيها. طيب هنا ديت ما شاء الله جابت حصواية امبارح، تمام، دي جابت حصواية امبارح. هقول لكم هنعمل معاها ايه تاني عشان هنرجع لها. دي جابت حصوايه تاني امبارح، تعالوا بقى كده مع بعضينا. امبارح كان يوم ايه؟ اتنين. امبارح كان اتنين، صح يا رجاله؟ امبارح كان اتنين، عايزكم كده تعيشوا معايا اللحظه واحده واحده. امبارح كان اتنين اعتقد، يعني مش عارف بقى انا كتبتها ولا ما كتبتهاش. اسود كشك اول بيضه، بص ايه
كتبتها يا جدعان، اول بيضة 2-2. طب تمام، خليها بس كده دلوقتي عشان هنحتاجها تاني وهنرجع لهم تاني. هنا دوك في ايه؟ دورك لسه ما حصوش تاني يا رجالة. تمام، والمساويد على الله حكايتهم، على الله حكايتهم. طيب هنا في برضك زغلول ما شاء الله، هنا في زغلول. لا الله اكبر، ده يا جدعان واكل اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واكل مية مية اهو، وابتدى يفتح اهو ما شاء الله، ابتدى يفتح اهو، اللهم صل على النبي. ده هي شكله كده هيطلع ابيض يا جدعان، بصوا ونبت اهو، ربنا يبارك لنا فيه يا رب ويرزقنا يا رب، بسم الله. تمام، اما اغسل. وفي هنا ايه ده؟ هو ايه اللي ودى المسألة دي هناك؟ ما علينا. وفي هنا شيماء لسه الحصى. طب يا جدعان العصر بيأذن، هخلص ونرجع لكم، احنا كده وقفنا عند شيماء. يعني العصر أذن خلاص. طيب نيجي بقى عند الأصوص ديت كده، دولك الله أكبر حصه. تمام، ديك لسه جايبة الحصواية التانية، لسه جايبة الحصواية التانية أول امبارح. ثانية هقول لكم جايبها امتى. ده يوم 5، ده باكستاني يعني نمرة 5، باكستاني نمرة، ده باكستاني 4، فين باكستاني 5، باكستاني 5 اهو، باكستاني 5 اول بيضة يوم 30، يبقى عدت يوم وسابت يوم، يبقى يوم 1 في الشهر اول امبارح. تمام، زي ما انا قلت بقى تاني بيضة يا جدعان اول امبارح، يعني مش هينفع نحضن تحتيها كده دلوقتي. ودولك طبعا المفروض ان هما يعني الحصى بتاعهم شغال وقربوا يطلعوا. طيب بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الصوت دول حص يا جدعان، الصوت دولك حص، اللي انا كنت شاكك يعني، جيت في اخر لحظه شكيت ان هم دكرين، بس بسم الله ما شاء الله حصوا. تمام، والله العظيم انا ما اعرف انا الدكر من النتايه لغايه دلوقتي، بس شكل اللي قاعده دي هي النتايه، مش عارف هم. بصوا الاتنين شايفين، الاتنين واحد، الاتنين توأم، طبق الاصل، طبق الاصل، فعلى الله. دولك بقى طبعا عشان اول عش ليهم، عشان اول عش ليهم انا مش هينفع احضن تحتيهم حاجه يا جدعان، عشان اول عش ليهم طبعا، دول شبابات، دول طالعين عندي انا اللي فارخهم يا جدعان، مش هينفع احضن تحتيهم حاجه اول عش، لازم الفرد الجوز اول عش ليه تسيب له الحصى بتاعه كده ويطلع مع نفسه. انا كنت ناوي ان شاء الله ان السود كشك دول، كنت ناوي ان السود كشك دول احضنهم تحت دول، بس لا خليهم بردك المره دي. ودولك الحمر كشك، هعمل انا ايه بقى يا رجاله؟ دولك دول كانوا شغالين، دول ما شاء الله حصه، مش عارف جابت التانية ولا لا لسه، هتجيبها النهارده ان شاء الله يا جدعان، عشان دي حصه اول امبارح، حصه اول امبارح. طيب هعمل ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله الحصه بتاع دول هحطه تحت السود كشك. تمام، والسود كشك هجيب حصاهم هنا ليه؟ دولك مأكلين قبل كده وعندهم خبره، دول مأكلين قبل كده كذا مره وعندهم خبره، والسود كشك بيجيبوا زغاليل صغيره قوي، فدولك ان شاء الله يهتموا بيهم، ودولك هنقل الحصه التاني هناك، هنقل الكشك من الكشك. تمام، فعلى الله. وهنا استني بس الكاميرا تظبطي كده، انتوا مش عايزين تحصوا ليه؟ ده انا كنت مراهن عليكم ان انتوا اول قصه هتحصوا، ولا انت مالك، انت مش شغاله ولا ايه؟ والله يعني هنختبرها شويه كده. طبعا الدقايق دول لسه ما شلتهمش من بعض. تمام، هقول لكم هنعمل معاهم ايه. ودولك لسه ما حصوش، دولك لسه ما حصوش، بس هانت عليهم برضو، هانت ان شاء الله. النتايتين دول، النتايتين دول انا بفكر يا جدعان، بفكر لغايه اما اجيب لهم دكرين، يا اما استنى بقى شويه واجيب لهم دكرين، الا اذا اديهم الدكرين الباكستانيات واشغلهم حضان في لحظات زي دي، كانوا يزقوا لي مثلا الكشاك الكلام ده كده كله، فعلى الله التسهيل. وهنا دولك لسه زي ما هم. تمام، دولك لسه زي ما هم، هصبر بردك عليهم شويه عشان دول لسه شبابات صغيره. ودولك مفروض ان هي خلاص هتحص اهي، النتايج اللي كانت راقده دي يا رجاله اهي، ان شاء الله قربوا يحصوا. وهنا كان في الباكستانيات التانيين بس مهند خدهم يا جدعان. تمام، ودولك تحتهم زغلول، تعالوا نبص عليه كده، ما شاء الله مأكلين ولا لا؟ اه بسم الله ما شاء الله يا جدعان، دول مأكلين، والزغلول بحجم وصحه كويسه، بسم الله ما شاء الله. تمام، البوازات انا حاسس ان النتايج قربت، انا حاسس ان النتايج قربت، يا رب يا رب تحصي، والله بجد يا رب تحصي، عشان انا بجد تعبت منهم. تمام، والناس كانت بتسالني على ايه، على اللهم صل على النبي، على القص دول، على الزغلولين دول، هم ما شاء الله كويسين همك، بس الدوك اللي عينه بس فيها تعب شويه، وابتدى خلاص ابتديت اعالجه اهو، ابتدت تروق ايه، خلاص ابتدت تمشي من عنده دمعه العين خالص يا جدعان.
هو جاله فيها زي التهاب كده وراح. تمام، تعالوا بقى دلوقتي نعمل الميكس بتاعنا، واثبت الكاميرا وهرجع لكم تاني عشان ندي الزغاليل الميكس بتاعنا. بصوا بقى يا رجاله، طبعا دي كده نشيلها دلوقتي، لغايه اما نبقى نيجي ايه ننقل. لسه اما يجيبوا دولك هيجيبوا حصوه النهارده، ودول ممكن يجيبوا الحصوه بكره. تمام، فعلى الله التسهيل. بص بقى الميكس، طالما عندك هم زغلولين ثلاثه، انت ايه ما بتحطش الماء الاول عشان ما ترميش معاك ميكس كتير وبقى وتهدر الميكس. انت بتشوف مثلا حبه الميكس اللي انت عايزهم. انا مثلا كل اللي عايزه، انا عايز حبه صغيرين جدا يعني. بصوا حبه اهو مفيش، تمام، حبه صغيرين خالص بس كده. وببتدي، بص انا جايب الميه في ايه، جايب حبه ميه في الغطا، حبه صغيرين جدا اهو بس كده، سنه صغيره قوي. وخلط، طبعا انتوا مش شايفين معاكم الخليط، بس كده اهو. بسحب بس كده الاول يا جدعان، طلع بقى الهواء كده، الفراغات الهواء خالص عشان ما اجيش ادي الزغلوله اديله هواء. تمام كده يا جدعان اهي. طيب نجيب بقى دلوقتي ايه، نشيل مكوناتنا كده هنا اهو، عاملين زي الشيف حسن كده في مكاننا. نجيب اول زغلولين، زي ما اتفقنا يا رجاله، تمام، زي ما اتفقنا. الزغلول ده بسم الله ما شاء الله واكل كويس جدا اهو، ده اللي ضعيف، بص بقى هنعمل معاه ايه، بسم الله كده اهو كده يا جدعان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بس، كده اهو يا جدعان اهو، مش هزود له اوت. بس هو بصوا لسه معدته محتاجه تاني، فاضيه خالص، بسم الله. هو خد السرنجه كده كلها بس كده اهو يا جدعان، مال اهو بسم الله ما شاء الله مال. نجيب بلدك الزرار قطيفه ونشوفهم. بصوا يا رجاله، بسم الله ما شاء الله، الزرع عطيفه مش محتاجين، الزرع عطيفه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا اهو، مع ان النتايه اول شغل ما شاء الله ماكله اهو، وده ما شاء الله واكل اهو. طبعا الطواجن لسه صغير، الزغلولين يا جدعان قد بعض، لو باين معاكم الزغلولين قد بعض، بسم الله ما شاء الله. تمام، طيب كده احنا اهتمينا بالزغاليل كده، اربع زغاليل هنا بسم الله ما شاء الله. وفي الزغلول ده واكل، الزغلول اللي هو ابن الاستراليات ده واكل، وابن الباكستانيات ده كده واكل. وكده يا رجاله، ده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه باي حاجه، حتى لو استمتعتم بيه. ولو انت لسه مكمل معايا الفيديو لغايه دلوقتي، دوس لنا لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.